الفرق اللبنانية، مثل أكبر الفرق اللبنانية الحكم الرياضي. أوه ميلتون دانك على الطريقة الأمريكية، دانك على الطريقة الأمريكية. ميلتون شوف إيه، شوف الآن هنا، يا السلام والرد حلو. تابع خبر، تابع واتساب، إنما اللي تابع عبر التسجيل عن طريق كريم. هنا المرور، شوف والتسجيل، التسجيل عن طريق الجزيرة اللي شارك الآن. هنا مشاهدين الشامبيل اللبناني يتقدم بفارق مريح جدا ويوسع الفارق، كما ذكرت هو مرشح أول الجزيرة. حاول مقابل القوس ايضا ما مشت. الريباوند هنا ميلتون، ميلتون يسجل ويحصل على رميه اضافيه. هنا الان محاوله، شوف ميلتون يستعرض بهذه الكره. ميلتون تحت السله 31 45 نشوف. تركها ميلتش خلاه. لما نتحدث عن تيبون، شوف ثلاث لاعبين كانوا على السله، الاول سدد، الثاني تابع، الثالث بشكل كبير. فارق مريح، خلاص هي في حساب الفارق هذا، خلاص الشامبيل حسب. شوف الان ميلتش بين الشرق الاماراتي والشامبيل اللبناني. الشرق سيلعب في الدور نصف النهائي يوم غد. نياس دومينيك جيمس ايضا محترف امريكي. ميلتون رقم 5 في الجزيرة، ميلتون يحصل على خطأ، هي على يقولون على طبق من ذهب، هذه على طبق من ذهب. الوحدة الأقرب للفوز والتأهل مع الشامبيل، اللعب مع الشامبيل في نصف النهائي. أما النهائي فتوقعاتي ريستي يسجل الآن. الجزيرة نشوف هذا ميلتون، ميلتون يسجل ثنائية، شوف ثنائية بالفعل، نقطتين ليس لها نقاط. شوف داخل المنطقة، قدم داخل المنطقة، إذا نقطتين خلص الفارق الآن. اللبناني يسجل اسمه كأبرز مرشح مع الجزيرة 78-51، 27 نقطة الفارق لمصلحة الشامبيل طبعا، نصل على المركز الخامس في الدوري اللبناني في اخر مسكان. حتي بيلعب الشامبيل هو الشارجه في النهائي، الشارجه الاماراتي والشامبيل بنسبه 99% اذا حصلت. والشامبيل تاهل ايضا، الشامبيل كاول مجموعه. حلوه هذه التمريره، ما استفاد منها محاولة هنا من راش أيضا بعيدة، يا محاولات كثيرة من خارج القوس، ما سجلت يعني. نشوف ميلتون حاول هنا الرد، أوه كريم هذه أيضا ما مشت. أنا أحمد خميس يا سلام، أوه ما كملت، كانت لمحة حلوة من أحمد خميس، ما كملت اللقطة الجمالية الماضية. هنا في خطأ، المدرب يقول لي خلاص سمعت قرار الحكم، لا تناقش، خلاص صح، هذا الصح، لا تدخل في نقاشات مع الحكم، لا تدخل في المباراة. هنا المحاولة والريباوند الهجومي عن طريق اللاعب تي، هنا المحاولة. واصلين معكم هذا اللقاء هنا، شوف نشرح الحالة، شوف خلاص الفريقين الأميز في البطولة، الشامبيل الجزيرة حاول، شوف هذه محاولة حلوة، وهذا ميلتون غالب ويسلي. ميلتون دخول والتسديد، تمرير جزيرة، ميلتون
التوني سجل و